نسمع نقولوا صغار هما زينة الدار، صغار يملاو علينا الدنيا وقت اللي كانت الظروف تسمح نلقاو بالستة بالسبعة في العيلة ونقولوا تبارك الله نجمة تكبرهم. هنية الآراء الحقيقة تختلف في الموضوع هذية، تختلف برشا. باش نسمع حتى بعد رأي الشارع القيرواني في هذا الإطار، اللي ما شكون معاه شكون ضد. فما شكون يقول لك أنا نحب لكن مالوغوزمون العيشة هي اللي ما تسمحليش، فما شكون يقول لك أنا عشت حتى من سقبل تقول لك عشت التجربه نتاع جبت صغير والا زوز، توا نلقى روحي براتيكمون وحدي وما نجمش، الدنيا ماهيش مليانه عليا. اختلاف الاراء، احنا نحبوا ناخذوا موقفكم في الموضوع هذا. 70 035 120 والا 77 288 289، اذا كان عندكم تدخلات في هذا الموضوع. في الموضوع هذا حاضره معنا سونيا جبيلي الاخصائيه والمعالجه النفسيه. مرحبا بك سونيا. مرحبا بك مريومه، مرحبا بكل مستمعي الحياه تفهم، ومرحبا بكل الفريق اللي معانا. نرحبوا بامنه بوخيت في الاخراج التقني للحصة، سينو محمد سيف الدين ابو العريس كوتي ديجيتال. سونيا، في قرار الزواج ديما احنا نقولوا قبل الزواج لازم نحكي ولازم نحضروا روحنا حتى احنا لي كوبل، ومن ضمن الاحلام اللي كل واحد يبدا يرسم في الاحلام نتاعو، نحب نجيب صغير، نحب نجيب زوز. فما شكون يقول لك نحب نجيب برشا، بعد يلقى روحه فك الوضعيه ذيك ينجم يكثر عليه الضغط، دونك يقرر كونه صغير بركه يقول لك يكفيني فيك اللي ريتو انا ماك الصغيره ذيك وفي التربيه نتاعو. وصغار توا صعبوا على صغار قبل، واللي ديما احنا نحكي فيها صغار توا ما همش صغار قبل. أكيد. حتى نعرفوا احنا الميمات كما تقول سونيا، الميمات ديما جينيرالمون في الموضوع نتاعهم يقول لك انا ما ربيتش صغاري كيما هكا، حتى يلقاو صغير تبارك الله معناها يكون ناشط صحيح. يكون يعمل في حاجات يقول لك انا ما ربيتش صغيري هكا، صغاري ما تربيوش هكا، كانوا عندي برشا صغار. ودونك يبداو يعملوا في الكومباريزون، حتى كي يكون ممكن الكوبل في حد ذاته متفق كونه يجيب اكثر من صغير اكثر من زوز صغار، تولي يتراجع نوعا ما ومع المسؤوليات اللي قاعدين نشوفوا فيها. افكتيفمون، هو يقول لك الانجاب هي حريه فرديه ولكن مقيده بظروف الحياه وبمستلزمات الحياه وخاصه بالاستعدادات النفسيه للوالدين. راهو تنجم تكون لهم تحب برشا صغار وتقدر عليهم لكن بو غير مستعد والعكس وبالعكس. دوك هذاك علاش هو قبل الزواج يلزمنا نخوضوا جوستومون الاسئله هذوما، قداش نجموا من صغير. راهو كي نقولوا قداش نجموا نجيبوا من صغير، مالوغوزمون ديما السؤال هذايا يرجعنا الى الامكانيات الماديه. Voilà. ولكن غيالمون راهي ماهيش كان امكانيات ماديه فقط، ساعه مش باش نغطيو عين شمس بالقلبين، اكيد فما الامكانيات الماديه ولكن زاد الاستعدادات النفسيه. انت راهو كي يبدا عندك صغير مش نفس الاستعداد النفسي كي عندك زوز كي اكثر، ماهومش كيف كيف. راهو وقت اللي وقتك تقسمه على ثلاثه اربعه صغيرات مش كيف ما وقتك تعطيه الصغير بركه. دونك هنا تختلف افكتيفمون على خاطر باش يختلفوا الشخصيات في الدار، باش يختلفوا الاحتياجات، وانت يلزمك جوستومون تكون كابو الا كام تلبي هالاحتياجات هذوما عند الصغير اللي نحن كل مره نرجعوا لهم الاحتياجات ونحكيوا عليهم. ماناش باش نحكيو كان على الاحتياجات الماديه، لازم نحكيو على الاحتياجات العاطفيه، لازم نحكيو على الاحتياجات بالامان، لازم نحكيو على الثقه بالنفس، لازم نحكيو على تثمين الذات، نحكيو على برشا حاجات اخرى. هذاك علاش على قد ما وقتنا ما نجموش نقسموه افكتيفمون في وسط العائله، وقت تكون عائله نومبروز معناها فيها تتكون من العديد من الافراد، دوك اوتوماتيكمون الانسان مش باش يلقى روحه هو الوقت. كي ما لقاش روحه هو الوقت وتير تعب هذاك يخول كونه هو معناها يتراجع في قراراته من انجاب اكثر من طفل. دوك هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هما افكتيفمون دونك الاحتياجات الماديه، نعرفوا اللي وقتنا صعب، ظروف عيشتنا صعابه، غلاء المعيشه، عدم توفر العديد والعديد من المواد الاساسيه، ابسطهم الحليب. انت صغيرك بتجيب صغير يمشى تشربوا الحليب ايتترا، دوك هذوما من الحاجات اللي يخليوا الناس تتراجع على القرارات كونه ينجم يجيب اكثر من صغير. حاجه اخرى زاده نعرفوا اليوم معناها تكوين العائله او تركيبه بلوتو العائله تغيرت، ما عادش نحكيو على عائله ممتده ولا نحكيو على نواه صغيره اللي هي متركبه من ام وبو وابناء فقط. قبل كنا نجموا نجيبوا بتدخ اكثر من صغير زوز ثلاثه اربعه خاطر العائله الممتده تربي معانا، فما الميمه فما الجد فما العمه فما الخاله. دوك اليوم تلقى روحها المراه صغير اثنين ماكسيموم سيتحير، ما عادش نجم. دونك ما تلقاش شكون يعاونها، ما تلقاش شكون يشد معاها. راهو مانيش نحكيو كان على اوقات العمل، معناها حتى المراه اللي تخدم في اوقات العمل اليوم فما لي كريش ولا سوليسيون، لكن بعد الكريش ايام السبت ايام الاحد في العطل كيفاش تعمل ايتترا. دوك هذا الكل يخلي واحد كونه يتراجع حتى لو كان عنده قابليه نتاع يحب يجيب. ساعات الانسان يكون عنده
مش احتياج عاطفي، العكس تماما. أيوة. يكون فياض عاطفيا ويحب يقولك انا نحب نجيب الصغار، تحب تعطيهم الحنين والمحبه اللي عندها الكل. تقولك صغير ما نجمش نعطي، كان صغير بقى كنحس روحي مستعده نفسيا، علاش حكينا على الاستعداد النفسي، مستعده افكتيفمون باش تجيب ثلاثه واربعه صغيرات، ولكن مالوغوزمون ظروف الماديه وظروف المعيشه اللي نحن نعيشوها اليوم هي اللي بدات تخليك كونك تغير تفكيرك وتغير قراراتك وتراجع سورتو قراراتك. فوالا سورتو يقول لك ما تظلمش صغيرك معاك اذا كان جبت برشا صغار وبعد تقول كبرت عليا المسؤوليه، دونك الكل قرار هو في حد قرار وعقلية. والعقلانيه اللي لازمها تتوفر في الشخص هذيك اللي قرر. فوالا هي عقليه، علاش؟ على خاطر فما شكون عنده الامكانيات الماديه حتى ولو تكون بسيطه، معناها يقولوا عنا معناها ميسور الحال، هذا شنو نقصدوا؟ خاطر نحن ولينا في زمان نحكيو على عنا معناها ميسور الحال، علاش نحكيو على عنا نفضل معناها اللي مش ما عادش خالصين افكتيفمون افكتيفمون ما نجمش كيما قلت لك ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربيل على حاجات موجوده وظاهره للعيان. افكتيفمون دونك اليوم ولينا حتى على ميسورين الحال، يقول لك نجيب الصغير نوفر له كل شيء على خاطر هنا تدخل في العقليه نتاعك انت. دونك الام والبو اليوم ولاو عندهم نظره مثاليه للابن او الابنه، ما لازم ما ينقصها حتى شيء، يتوفر لها حتى شيء، يتوفر لها بيتو كل شيء. له لهنا كي نقولوا يتوفر لها كل شيء، راهو نحكيو على الماده، مانيش نحكيو على حاجه اخرى. دونك يقول لك لازم تلبس بالكدا، لازم تاكل بالكدا، لازم تقرا في احسن المدارس، لازم تقرا تلبس حاجات معناها سيني ولا ما عادش. المسؤوليات على قد ما يكبر الصغير على قد ما قد تكبر، هو عنده مقوله شهيره احنا يقول لك تو يكبر وترتاح، الوغ كو هي بالعكس قاعده تزيد المسؤوليات وقت اللي يكبر الصغير. اليوم الصغير تبارك الله كيف ما قلنا هو ليس طفل الطفل الامس افكتيفمون، دونك الصغيرات اليوم عينيهم محلوله، يحبوا على كل شيء، ماذا بما توفر لهم كل شيء. نحكيوا على صغار اليوم يحبوا على سمارت فون، يحبوا على اورديناتور بورتابل، يحبوا على برشا حاجات اللي قبل ما كانتش من بين الضروره تولي الضروره. صغيرك ما توفرلوش تليفون مشكل، دونك ولات من الضروريات جوستومون. كانك صغيرك توفر له مش هاتف، هاتف ذكي وليس بهاتف فقط. دونك لهنا جوستومون العقليه تتغير. ساعات يقول لك انا صغاري نربيهم على قد جرمي، اللي نوفروا هذاك الموجود نتربيه على القناعه ونتربيه على برشا حاجات اخرى. اليوم جوستومون تغيرت العقليه هذه، دونك اوتوماتيكمون اذا تغيرت العقليه هذه باش تولي تمشي على حسب الماده نتاعك. كان عندك برشا تنجم تجيب برشا صغار، وكان عندك شويه تنجم تجيب صغير. كيف ما زاد نلقاو، سامحني بتتخ كان طول، نلقاو زاد الانموذج نتاع الوالدين اللي الحمد لله ما شاء الله ميسورين الحال، ولكن قرارات من عندهم يقول لك انا نجيب الصغير فقط، اولا سنعطيه وقتي الكل، نتلهى فيه الكل، مش نقعد انا نجري ما بين زوز وثلاثه، نجيب خفيغ واحد نطلعه سوي، كي نجيب ثلاثه اربعه ونجم بتتخ نقصر في حقهم. وهذا حكيت فيه انت سونيا الموضوع هذا، الطفل الوحيد اللي تنجم زاد يلقى سلبيات وسلبيات اللي تكون ممكن كبيره برشا زاد. الموضوع هذا ديما موضوع المرادف بين كثره الابناء والطفل الوحيد، ونلقاو في هذا فما الايجابيات والسلبيات، وفي الاخر زاد كيف فما الايجابيات والسلبيات. احنا نحبوا ناخذوا التجارب نتاعهم على 70-35-120 والى 77-288-289. تلقاو انس وسوسن في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نحكيوا على كثره الانجاب وكثره الابناء، قديش تعتبر حاجه ايجابيه والا حاجه سلبيه. نحبوا ناخذوا خاصه التجارب نتاعكم على اختلاف التجارب، وخاطر كل واحد ورايه ووجهه النظر نتاعه في الاطار هذا. امنا نخرج موزيكا باش نكملوا معاهم الموضوع. سنيا جبالي الاخصائيه والمعالجه النفسيه حاضره معنا في الموضوع هذا. وقفه صغيره مع الموزيكا ومصلي معكم المشوار في منتدى الحياه.